يسأل أخيرا شيخ صالح عن صلاة الحاجة حكمها وكيف هي صفتها جزاكم الله خير. لا أعرف صلاة الحاجة. لا أعرف صلاة يقال لها صلاة الحاجة. ولكن المعروف صلاة الاستخارة. أن الإنسان إذا هم بأمر ولم يجزم عليه وتردد فيه هل يمضي أو يترك إنه يصلي ركعتين من غير الفريضة. فإذا سلم فإنه يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كان في هذا الأمر فيسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي، وإن كان فيه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاحفظني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا صلاة الاستخارة. أما صلاة الحاجة فأنا لا أعرف لها مشروعية أو دليلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.